من هذا المكان الجميل والإطلالة الساحرة خلفي متواجدين اليوم في منطقة بريتلي. منطقة بريتلي معروفة أنها مقابل المطار، والمنطقة مخدومة بكل الخدمات، سوبر ماركت موجودة حواليها بالإضافة إلى المطاعم والخدمات الحيوية كلها موجودة في منطقة بريتلي. تعالوا مع بعض نصور لكم مجمع جميل في منطقة بريتلي، 3 غرف وصالة بمساحة 160 متر مربع، إطلالة ساحرة جدا. تفضلوا معنا. وصلنا للمجمع زي ما انتم شايفين، تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل كاملة للشقة. وصلنا الدور السادس أمام الشقة، الشقة 3 غرف صالة بمساحة 160 متر مربع. باب الشقة من هنا، نتوجه يسارنا إلى المطبخ. زي ما شايفين الدواليب راكبة وجاهزة في المطبخ، نوعية جيدة وكواليتي فاخر، والغاز الطبيعي أيضا واصل للشقة. جهاز الكومبي راكب وجاهز في الشقة أيضا، وما ننسى الإطلالة الجميلة الرائعة من الواجهة الأمامية للمطبخ. وعندنا مخرج البلكونة من جهة المطبخ أيضا، البلكونة هذه مشتركة بين المطبخ والصالة. نطلع من المطبخ نتوجه إلى الصالة. زي ما شايفين الأرضيات كلها باركيه، ديكورات سقفية، بالإضافة إلى المساحة الكبيرة اللي شايفينها، مساحة الصالة تقريبا نقدر نقول 30 متر مربع. عندنا أجهزة التدفئة موجودة أيضا، وعندنا الواجهة الجانبية للصالة على الجهة الجانبية للطبيعة. نتوجه إلى البلكونة. البلكونة الجميلة هذه مشتركة بين المطبخ زي ما قلت والصالة، مساحتها جيدة وإطلالتها على البحر وعلى الطبيعة. نكمل مع بعض تفاصيل الشقة. يسار الصالة عندنا الغرفة الأولى، زي ما شايفين مساحتها جيدة كغرفة فردية يكفي فيها تقريبا سريرين ودولاب. لها بلكونة صغيرة حلوة، وأيضا البلكونة هذه راكب فيها الزجاج المتحرك الشرائح وإطلالتها على الطبيعة الخلابة. نطلع من الغرفة الأولى نكمل تفاصيل باقي الشقة. عندنا يميننا هنا دورة مياه أولى بنظام عربي، وبعدين نتوجه إلى الغرفة الثانية. الغرفة الثانية أيضا مساحتها جيدة نقدر نقول 4×4، وإطلالتها على المجمع من الخلف. مقابل الغرفة الثانية عندنا الحمام الرئيسي التابع للشقة. وأخيرا وليس آخرا نتوجه إلى غرفة الماستر. الغرفة هذه مساحتها حلوة، يكفي فيها هنا سرير ودولاب وطقم غرفة النوم كاملة، وأيضا موجود تأسيسات المكيف موجودة في غرفة النوم. وعندنا الحمام الرئيسي التابع لغرفة الماستر، حمام متكامل، مروش وكلوزيت ومغسلة صغيرة. وإطلالة غرفة النوم إطلالتها على الجهة الخلفية للمجمع، إطلالة الطبيعة موجودة في غرفة النوم الرئيسية الماستر. في نهاية الفيديو أرجو أن يكون المحتوى يكون عجبكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. التفاصيل والأسعار موجود تحت الفيديو في صندوق الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.